للآخره. ايوه، كان بيحقق في القتيل اللي فضل مرمي في الطل كده. والله يا ست راوية، اللي بيحصل ده كتير قوي. يعني الغلبان كده ملوش تمن، يتساب مرمي في الطل كده ولا حدش يسأل فيه؟ تقول بي ايه دي؟ والله اللي بيحصل ده حرام، اللي بيحصل ده حرام. لو انت مالك يا ست، مالكيش دعوة. حتى السؤال حرم على الغلابة. تصدقي يا بنت، الهدوم اللي اتغسلت امبارح اتكوت؟ ايوه يا ست. طب حضريها عشان عايزاها. حاضر. توفت إلى رحمة الله الحجة زهيرة والدة أبو العلا أبو الحسن الطحان، وصلاة الجنازة إن شاء الله في الجامع بعد صلاة العصر. يا لود يا ابن وحياة الشمس تطلعك يا قول. يا أهل كفر أبو شوكة، إنا لله وإنا إليه راجعون. يا أهل كفر أبو شوكة، توفيت إلى رحمة الله الحجة زهيرة والدة أبو العلا أبو الحسن الطحان، وصلاة الجنازة إن شاء الله في الجامع بعد صلاة العصر. يا أهل كفر أبو شوكة، توفت إلى رحمة الله حتى زهيرة والدة أبو العلا أبو الحسن الطحان، وصلاة الجنازة إن شاء الله في الجامع بعد صلاة العصر. يا أهل كفر سيبني ده يما، سيبني ورايح على فين؟ ليه تسيبيني لوحدي يا أمي؟ السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا علواء؟ الحمد لله. خرجت لما أبو العيلة طالعة عتماه. طب اقعد اقعد، أنا عايزك في كلمتين اهو. طب ندفن المرحومة دي طب ونبقى نوع؟ يا ابني النهار لسه طويل، أنا جاي وياك، اقعد بس عشان عايزك في كلمتين مهمين. كلمتين ايه دول؟ قول لي يا علواء، أنت عامل إيه يعني وإزاي حالك كده؟ حالي إزاي يعني؟ يعني مبسوط يعني الحمد لله؟ الحمد لله والشكر لله على كل حال ونعمة بالله. طب قول لي يا أخوي، أنت ناقصك حاجة؟ الحمد لله خير ربنا ساترنا. الخير والستر اللي أنت فيه ده يا علوان عشان أنا العمدة. لا يا عتمان، أرضي أنا بزرعها بإيدي وأنا اللي واقف عليها ومراعيه، والخير والستر ده من فضل الله علي، مش أنت اللي بترزق الخلق يا عتمان. شايفة يا أمي؟ شايفة الدنيا اللي انتي سايباهي فيها ايه؟ فيها اللي يخلي ابنك يطلق مراته عشان خاطر واحد تاني طمعان فيه؟ كمان ابنك غلبان وفقران يا أم أبو العيلة، والتاني اللي طمعان فيها دي نبو أزرق وإيده طايلة، ادي اللي فيه
وانتي سايباه يبقى سويته ورايحة للدار اللي فيها الحق والعدل. أصل والحق والعدل مالهمش دار في الدنيا دي يا أمي. سايبة الميتين ورايحة للحيين يا أمي. والله سايبة الميتين ورايحة للحيين. كفاية كفاية يا فاطمة ده. كفاية يا حبيبتي. الرجالة جايين ياخدوها عشان يصلوا عليها. وزمان علوان جاي من عند الميت سمع عتمان. كلنا رايحين نوصلها يا فاطمة لآخر مدواه. سامحيني. سامحيني يا أم أبو العيلة. وسامحة أبو العيلة كمان. والله يا أمي غصب عننا. غصب عننا والله ما في في إيدنا حاجة أهو. والله ما في في إيدنا حاجة. والله ما في في إيدنا حاجة يا أمي. والله ما في في إيدنا حاجة. والله ما في في إيدنا حاجة. يا فاطمة بس حرف عليكي. سامحيني يا أمي. والنبي يا أمي تسامحينا. سامحينا يا أمي والنبي. اسمع يا واد انت، بلاش تلف وتدور عليا في الكلام. افهمني بقى، انت اخويا على عيني وراسي، واني وقفت معاك كتير وعملت لك حاجات ايام وانت عارف. لكن لما نيجي بقى للحق والمستحق انا ما اعرفش ابويا حق ايه ومستحق ايه يا عتمان. انت فاهم كويس انا بتكلم عن ايه؟ لا انا مش فاهم، فهمني عشان انا فهمي على قد زي ما انت عارف. يعني انا ما بتهونش في حقي، واللي يفكر يهوب ناحيه مليم احمر من مالي من غير اذني ولا رضاي ادهسه افعصه حتى لو كان مين. ده لو ليك حق يا عتمان. ايه يعني فهمك مش على قدك هو يعني ولا حاجه؟ لا اله الا الله. انا عايز حقي وحق عيالي. اللي هو ايه بقى حقك وحق عيالك دي؟ انا مش فاهم احنا بنتكلم في ايه دلوقتي. بلاش يا علوان تمشي ورا كلام فهيمي، هتخسرك ناسك، هتخسرك اخوك الكبير. مالكيش دعوه فاهمه يا حفيظ، خليك في حالك انت. كلمني انا يا ولد، انا اللي بكلمك. يبقى مراتك دي تقفل بق ايه وملهاش صالح باللي بيني. يوه، هو انت مش بتتكلم في حق جوزي؟ وحق جوزي يبقى حقي. حق ايه يا ام حق؟ ما بقاش الا انت كمان اللي هيبقى ليكي حق عندنا. مش كفايه تلفتي حاله وخيبتي امله؟ واديك اهو هتخرجيه من الدنيا لا عيل ولا تايل يشيل اسم. انت بتعايرني اني علوان ولا بتعاير اخوك الكبير؟ لا اله الا الله، انا مش فاهم احنا بنتكلم في ايه والست ميته في كفانها والناس مستنياني. يعني ايه يا واد انت؟ يعني مش ناوي تتلم بقى كده وتسمع الكلام؟ لا مش هسمع الكلام. كلام ايه اللي هسمعه دي؟ انت عارف ايه الكلام؟ حقك وصلك وزياده، بطل بقى تنخور وتفتش من وراي. لا حق ما خدتوش يا عتمان، ومش هبطل انخور وافتش وراه لغايه لما اخد حق، ومش هسكت لغايه لما تجيب لي حق اني اللي حطه في كرشك ده وهوت بالحرام. تضربني بالكف يا عتمان؟ واحلع الجزمه ونسلها على دماغي. امشي يا دغول، امشي. بص لي كده ليه يا قالي؟ امشي بدل ما اجيب الغفر يرموك في الحجز. انت وصلت لغفر وحجز؟ ماشي يا ابن ابويا، ماشي يا عتمان. استنى يا علوان انا جاي وياكم. يا اختي كان فين الكف ده من بدري؟ تسلم يدك يا عمدي. روح انت يا علوان. Thank you.
واخد البندقية دي ورايح على فين؟ سيبيني يا فهيم. مش هسيبك الا ما تقول لي. سيبيني الساعة دي بقول لك يا بنت. اسيبك ازاي والنار خارجة من عينك كده؟ اوعى قول لي رايح فين وايه اللي حصل؟ عثمان ضربني. ضربني بالكف قدام مرته. يا لهوي، وانت واخد البندقية وعايز تموته؟ ايوه هقتله. انا استحملته كتير. لا ده انت كده اتجننت يا علوان. عايز تقتل اخوك علشان ايه؟ عشان الطين؟ ملعون ابو الطين. ملعون ابو الطين؟ مش انت يا فهيمه اللي دايما تقولي لي خد حقك منه؟ ايوه تاخد حقك منه وتنيتك وراه لحد ما تاخد حقك وحق عيالك، لكن تقتله ليه؟ ليه يا علوان؟ انت اللي بتقولي كده؟ اياك فاكرني ان انا كارهه عثمان وعايزاه يروح في طيس. لا يا علوان، انا كارهه فيه ظلمه وعمى قلبه واكل السحت. بسم الله يا الله اكبر. الله يا جماعه الهم يا عم ابراهيم. اللهم تقبل رحماتك واسكنها فسيح جناتك يا رب. ويا فضل ويا فضل. بسم الله يا عيال يا مهندس. يا حسان أنا من كاد أو من اللي عمله عثمان ده فهيم. هدي خلقك يا علوان واصرف الشيطان. إحنا عندنا واحدة ميتة عايزين نوصلها للمتوى. الله يرحمها ويرحمنا ويرحم الجميع. أنا لازم أنزل المركز. مركز؟ ليه؟ خير؟ يا ولية مش الحكيم كان طلب مني معرفش اسمهم إيه دول؟ أيوة تحليلات. أيوة تحليلات أعملها ونتأكد ونشوف من فينا اللي معيوب. ايوه يا ست ستات، بس انا خايفه قلبي مش مطمن خالص. يا ولية انا ما في مره اقصدك في حاجه الا لما تبطيني. لا انا من ايدك ده لايدك ده، بس يعني ما بهسش. لازم نعرف مين فينا اللي معيوب. ده اني لو عرفت اني سليمه هخلي ايامه سودة. ايوه عايز يتجوز. يا لهوي، وبيفرق كده وبيعمل حركات زبالي، وكل دي علشان يتجوز البنت فاطمه. ايوه ايوه انا اقول انت ما تقوليش. حاضر حاضر. وتيجي بقى هنا الدوار وتعمل لي فيها ست البيت وتتمريس علي وتكبس على انفاسي واني هتجنن هفطس. أني يجيب لي ضر؟ أني؟ ده أنا بعشر دراير. ماشي يا عثمان. يا أهلاً 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 وسهلاً. يا أهلاً وسهلاً. فضل يا ست الكل. خلف أفندم. اقفل الباب وانصراف. تمام يا أفندم. أنا أكيد بقى ربنا بيحبني. تخيلي أنا كنت لسه بفكر فيك امبارح. القلوب عند بعضها يا سعد الباشا. انا سمعت انك تعبت امبارح قوي في حكايه القتيل لقيته في البلد. لا دي حكايه بسيطه وهتخلص بسرعه ان شاء الله. ايه مسكتوا اللي قتل؟ بيقولوا اللي قتل واحد اسمه ابو العيله، بس احنا لسه مش متاكدين من المعلومه دي. ايوه يعني مسكتوه ولا لسه؟ دي ايه الموضوع ده يهمك في حاجه؟ لا بس انا سمعت من اهل البلد ان انتوا خلصتوا الموضوع كله. راوية انت الواد ده يهمك في حاجة؟ عارفاه كان بيشتغل في الطاحون. ده واد غلبان قوي، مش ممكن ابدا يدبس نفسه في مصيبة زي دي. ده حتى مراته ست غلبانة قوي. لا 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 اوعي تعملي كده، دي ناس باين عليها سمعتها زي الزفت. وانت ايه اللي ورطك مع ناس زي دول؟ انت تبعدي عنهم خالص. عندك حق. قولي لي بقى دي وراكي حاجة النهاردة؟ ورايا؟ ليه؟ أصل أنا كنت ناوي أدي نفسي إجازة الليلة
والله كنت عمال افكر اقضيها مع مين. لاجل حظي بقى انت جيتي. كان على عيني يا عينيا، بس يا خساره ما ينفعش. ليه بس؟ لو وراكي حاجه النهارده اجليها لبكره. بقول لك ما ينفعش يا راجل، افهم بقى. انا حظي باين عليه وحش قوي معاكي. ماشي يا ستي، نأجلها مره تانية. المهم ان انا شفتك واطمنت عليك. يلا فوتك بعافيه. هتيجي تزوريني طبعا وقريب مش كده؟ ازورك بس وانا اقدر استغنى عنك بردك. بس انا بقى عايزاك اليومين دول تاخد بالك من نفسك قوي وتحرص قوي بالعمدة عتمان. فوتك بعافية حليوة. اهلا 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 اهلا، عاش من جبك يا علوان. ازيك يا راجل؟ اني بتعبك معايا يعني يا مندوه افندي. يا خبر، ما تقولش كده، انت تؤمر. اني يعني طالب منك حاجه كده وعناية ليك. خير يا سعلوان؟ اني طالب صوره من الاوراق اللي انت وريتها لي المره اللي فاتت. اوراق؟ اوراق ايه يا سعلوان؟ ما تاخذنيش، اصلا بنسى السن بقى وحكمه. يا جدع، الورق اللي انت دعبست لي عليه اولت امبارح، الورق اللي بيقول ان ابويا ما باعش ارضه لحد خالص وان الملكيه لسه باسمي. بقى انا وريتك ورق زي دي واولت امبارح كمان؟ ده ده، اللي هو انت نسيت ولا ايه؟ هو انا مش كنت عندك هنا اهوت اولت امبارح وانت وريتني كل حاجه؟ لا يا سعيلون، حرام عليك، انت كده هتلبسني تهمه وانا قاعد. وريتك ازاي؟ انا ما اقدرش افتح دفاتر الا بمحضر رسمي وقانوني كمان. تقول لي فتحت لك؟ طب شفته ازاي؟ لا هو انت هتشتغل لي ولا ايه؟ انت اتجننت يا علوان؟ عيب يا راجل. عيب؟ عيب يا راجل يا ضلالي انت. يبع عثمان جه هنا وعكمك اداك كام؟ قول. لا 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 لا، انت كده بتسيبني في ذمتي. انا ممكن ابلغ عنك النقطه ولابسك جنايه، مش عشان اخوك العمده تعمل ما بدالك يا علوان. لا، اني ما بتهددش بقى كده. امشي اطلع بره، انا هبلغ اخوك يتصرف معاه. ولا مالكش كبير يا علوان؟ وانا مش هسيبك يا خوكت العمدي، وهوريك هاخد حقي ازاي. يعني يا انت، انا هخرجك من هنا هوت بفضيحه وزفه وهتعرف مين علوان. يعني ايه؟ هجت من البلد ولا ايه؟ هتهجي تروح فين بس يا حضرة العمدي؟ امال يعني ما ظهرتش من ساعة الظهرية؟ يعني كرة الأرض اشتقت وابتلعتها؟ لا دي بس تلاقيها. ايوه تلاقيها، أنا بقى عايزك تلاقيها. تلف الكفر كله ما ترجعش إلا بيها. خد الغفر كلهم معاك، يلا روح. هي فاطمة عملت حاجة بطالة لا سمح الله. أنت مالك أنت؟ أنت تسمع اللي بقولك عليه وخلاص، يلا امشي. حاضر. دي هيتناقش. الواد ده مع انه عبيط كده وهبال، بس ساعات له بصه بتخوفني. والله انت اللي عصبك فلتانة حبتني يا عمد. الظاهر لفتك على البت فاطمه دي بتخليك مش على بعضك. هتكون راحت فين يا عمد على راي الواد حسان؟ ما هو دي اللي مخوفني، كون البت لفت علي يعني فهمتني انها في طوعي كده وعلى هواي عشان انا اسكت تقوم هي تعمل عملتها السودا دي وتختفي. ما اظنيش يا عمد. هتروح فين يا حسره؟ وعمدة تكون مش قادر على بعدي الصراحة. أنا بقى مش قادر على بعدي، والود ود أدخل عليها الليلة. كلام إيه اللي بتقوله ده يا عمدة؟ هي لسه خلصت من جوزها؟ وافرض خلصت من جوزها، لسه قدامك شهور العدة يا أخي. إيه؟ إيه شهور العدة دي؟ هو أنا أخلص من حاجة تطلع لي حاجة؟ هو إيه ده؟ أستغفر الله العظيم. لا يا عمدة، ده حكم ربنا ملناش فيه. طب والحل؟ الحل بقى ان اقوم اعمل لك كوبايه شاي تظبط لك دماغك. يا عم اقعد بلا شاي بلا ناي، احنا في ايه وانت في ايه؟ طب دلوقتي خليك معايا كده واحده واحده. دلوقتي هي طلبت الطلاق من جوزها، يعني في حكم المطلق، ويعني لازم ينطقها بلسانه. وبعدين هي مش هتتجوزه هو تاني، مش هترجع له هو ذات نفسه. لا،
هتتجوز واحد تاني اللي هو اني يبقى عدة ليه بقى؟ ما بلاش الشاي واعمل لك ينسون يهديك يا عم. ما بلاش اليانسون واخدك عصايتين على دماغك يفوقوك يا اخوي. يبقى لسه اعصابك فلتانه يا عم. ايوه انا عايز البنت حالا في التو والحال، انا عايزها بقى ما بقتش قادر خلاص. هينفع كده يا فاطمه؟ انت يا اختي لا بتاكلي ولا بتشربي ولا حتى بيغمض لك عين. وانا يعني بس ازاي هتغمض يا حنان؟ وانا حاسه ان انا عايشه في كابوس مش عايز يخلص ابدا. وبعدين يا اختي اللي بياكل وبيشرب دي بيبقى بني ادم حابب الدنيا وعايز يعيشها، لكن انا بتمنى ان ربنا ياخدني النهارده قبل بكره. مين؟ ما تقلقيش يا اختي ما تقلقيش. يا حنان حنان يا ساتر. حسان تعرفت منين ان انا هنا؟ قلت لمين تاني يا حنان؟ قلت لمين تاني؟ يا فاطني مش مهم دلوقتي، سرك في بير اني وحنان واحد. المهم دلوقتي العمده قلب عليك الدنيا، واحنا لازم ولا بد نلاقي لك مهرب بره البلد، لازم نشوف لك صرفه. أنا هروح له. ده دي؟ تروحي له؟ تروحي لمين يا فاطمة؟ هروح لعدمان. تروحي له بصحيح؟ أنت بعقلك يا أختي؟ إن أروح لقضايا أحسن من إن أفضل مستنياه. رحت فين يا فاطمة؟ يا فاطمة رحت فين؟ جرايك حاجة ولا طفشت مني؟ لا تطفشي مني تروحي فين؟ وأنا هسيبك؟ أبدا، ده أنا أجيبك حتى لو كنت في بلادك كوتوموتو. كوتوموتو يا حلوة يا بط. خير إن شاء الله، خير يا عم إن شاء الله خير. أنا عقلي هيشت يا مبروك فوق. وعلى إيه؟ عليه بس يا عم، إن الله مع الصابرين يا أخي. أنا يا سيدي ما بقاش عندي صبر، أنا مش قادر أصبر خلاص. طيب أنا بس هستأذنك يا عمدة، أروح أفرد جتتي ساعتين وأرجع لك تاني. تفرد ده إيه وجتتك إيه؟ لا، أنت هتسيبني على ظهري وأنكت كده، وأنت تروح تنام. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تمام يا حضرة العمدة. إيه يا ولد؟ لقيتوها؟ أيوه، هي جاية من روحها كده لحضرتك. الله أكبر، وأنت شفتها فين؟ قابلتها في الطريق صدفة، كانت رايحة تشقر على عيالها. بتقول هتشقر عليهم وتيجي دي حضرتك. والعيال دول فين؟ ايوه عند زفت البرك اللي اسمه علوان، يعني قريبين. اوامر تانية يا حضره العمده؟ ايه يا انا مالك قلب سحنتك في وشي كده ليه؟ ما تفرد بوزك دي، ده انت حقك تفرح وتزقطط، ده انا هحلي لك بقك. امشي اقعد بقى يا مبروك. اه اقعد. اه بقيت هنا اهو، يعني جنب مني. تعالي بقى. بس بقى متشخر وانت ساكت. تعالي يا بنتي. مغزي يا عم، دلوقتي ما تجيش. مغزي. لا خد راحتك على الاخر، يعني نام وانت نايم. ايوه تعالي بقى تعالي. العواف عليكم. يا اهلا يا اهلا يا فاطمة، اتفضلي. ايه اللي اخرك كده يا فاطمه؟ شغلتيني عليك. معلش يا ست فهيمه، انا بس كنت جايه اخد العيال. الله، على فين؟ سيبي العيال نايمين. امه كفايه عليك كده يا سي علوان، كتر خيرك. وانت كمان يا ست فهيمه كتر الف خيرك. هتاخديهم وهتروحي على فين بس يا فاطمه؟ طب انا هطلع اصحي لك محمد وزينب عشان نايمين مع عيالي.
تسيبني يا عمدة طيب اروح اريح ساعتين قبل صلاة الفجر. يا سيدي احنا فين والفجر فين؟ ما انت قاعد بعين يعني لو النوم حبك قوي خش نام جوه. اقول لك الصراحة يا عمدة انا مش كابس عليها النوم ولا حاجة، انا بمثل عليك النوم يعني، بس انا عايز اروح اشقر على الدكان وارجع. لا طالما الحكاية كدب بقى يبقى ما انتش ماشي من هنا، بس تو ما تيجي فاطمة تمشي على طول. العافية يا شيخ محمود. يا مرحبا يا فاطمة. معلش يعني كنت عايزة بس أسيب عندكم العيال شوية كده. يا سلام، ده رزق واسع. يا ملغاي تعالي خدي عيال فاطمة رح يأنسوكي عاد. تعالوا يا حبايبي، ده انتوا حتنوروني. وانت رايحة على فين يا فاطمة؟ أنا رايحة مشوار بس كده وجاية على طول. يا بنتي ما تقولي لي رايحة فين؟ حاب أقول لك يا مولاني، بس وحياة النبي، وحياة النبي ما تسألني تاني لأني ما قادرة أتكلم. خد بالك من العيال، ربنا يخليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتعشيتوا يا حبايبي؟ لا عاوزين ناكل. من عينيا الاثنين، يلا اقعدوا مع الشيخ محمود على بال ما احضر لكم تاكلوا. يلا قوام 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 قوام. ربنا يسوقك يا فاطمة. ايوه حضرة العمدة. اهي جت، امشي بقى امشي. رايحة فين بس؟ ما تسيبها تدخل يا حمار انت. والنبي ماني سايباك، والنبي لاني قلت لك مستنيع. خدي يا بنتي امسك يا واد. ايه يا بنت؟ ايه يا بنت انت بتعملي ايه؟ اوعى والنبي ماني سايباك، هو ده اللي قتل محروس، قتل وناس قدام عيني. اسكت يا بنت. شوف يا بنت انت اسمعي، انا يحق لي دلوقتي ان انا اكتفك واحبسك في الحجز عشان انت اللي انت عملتيه ده، بس انا هسيبك عشان انت يعني تعبانه وكفايه عليك اللي حصل لك. السماح يا عمد والنبي السماح، انت عارف ان عقلها مش معاك. يلا يا بيت يلا يا بيت تروحي، ربنا يهديكي. شوفي بقى انا المره دي هسيبك تروحي، لكن نوبه تاني تعملي كده مش هسيبك تمشي على رجليكي ابدا. والنبي انت من السايباك، والنبي من السايباك، ومش هسيب دار محروس ابدا منك يا ظالم يا مجرم اللي ما تعرفش ربنا. امشي بره يا بره. تعالي يا بنت يلا امشي بره. سيبني عليك يا بنت. البت قد كده وفرضتني. أنا كنت فاكرها فاطمة، هي ناقصة تنام. طب أروح أنا أنام يا عمدة؟ ما تهمل بقى، مبروك بقى. أنا مقهور. مقهور أوي يا فهيم، والقهرة هتموتني. ألف بعد الشر عليك يا أخويا، يعني ما انتش عارف أخوك عتمان. اللي أنا مش قادر أفهمه هو ليه بيعمل كده؟ ده لا نقصه مال ولا طيب، دي أغنى واحد في الكفر ونواحيه، يبقى ليه كده؟ وفي الآخر هياخد إيه من ده كله؟ الطمع. أخوك طمع الدنيا ماليه. وهو اللي عنده شوية ولا اللي خده من أبويا قليل عشان ياخد حق غيره يا فهيمة؟ هو الطماع بيشوف اللي في ايده، الطماع بيشوف اللي في ايد غيره وبس. بتحبيني يا بنت؟ انا يا سي علوان ما اعرفش في الحب والكلام ده، انما اعرف كويس ان كل اللي ليا في الدنيا دي، اعرف ان انت وعيالي اغلى حاجه عندي، وافديكم بروحي وحياتي. أعرف إني فرحي من فرحك، وهمي من همك، وزعلي من زعلك. العافية يا شيخ مبروك. فاطمة، أنت كنت فين يا بنت؟ ده العمدة قلب عليك البلد كلها كده أهو، تشغلينا عليك كده أهو يا فاطمة. أنا عايزك في كلمتين. خير يا فاطمة يا بنتي، اتكلمي أنا سامعك. أنت عارف العمدة كان عايز إيه وقال إيه مش كده؟ الصراحة عارف، أكيد بخيب، بس أقسم بالله العظيم أنا موافقة. أنا موافقة على كل اللي هو عايزه، بس بشرط واحد. اطلبي اللي انت عايزاه يا فاطمة، وأنا متأكد
إن العمدة هينفذ لك كل طلباتك. أبو ليلى هيخرج من الحجز، والتهمة اللي تهمينه بيها دي تسقط خالص. العيال ملهمش حد غيره ياخد باله منهم ويراعي مصالحهم. واني طبعا لما اروح دوار العمدي مش هاخدهم في ديلي، ولا اني غلطانه؟ لا غلطانه ايه؟ ده انت كده عندك العيب. لا انت مش غلطانه يا بنتي، مش غلطانه. يبقى تروح تبلغ العمدي اللي انا قلت لك عليه. فوتك بعافي. الله يعافيك، الله يعافيك يا فاطمة. بقى هي قالت لك كده؟ ايه قالت لي انها في طوعك، بس لازم الشرط ده يتنفذ. بسيط سهل، كله في ايدينا ولا ايه؟ ايه يا مبروك مال، انت حقك تفرح لي يا راجل. بتتنهد كده يعني زي ما تكون ايه؟ خايف، خايف يا عتمان. ايه وخايف من ايه بقى؟ ان شاء الله خايف من فاطمة. من فاطمة؟ ليه يا راجل؟ لا دي تخاريف اخر الليل دي. هي فاطمة دي ايه؟ بتعض ولا بتيجي بالليل تقلب امنا الغولة؟ والله ما انا عارف يا عتمان، بس انا قلبي مقبوض منها وخلاص. خايف للبيت دي تكون بتتمسكن لغاية ما تتمكن وتعمل حاجة كده ولا كده. لا دي بجد تخاريف اخر الليل، انت بدأت تخرف. مش مهم، المهم ان انت تاخد بالك يا عتمان، وربنا يخلف ظني ويهنيكم بعض يا سيدي. ايوه كده، هو دي الكلام اللي انا مستنيه منك. انا فرحان يا مبروك، انا مزقطط اخر زقطتي، انا خلاص قربت لون المراه. ربنا يبسطك كمان وكمان يا عم. بقول لك ايه، بالنسبه للبنت فاطمه، هي ولادها قاعدين فين دلوقتي؟ قاعدين عند الشيخ محمود. يا دي الشيخ زفت دي، انا مش عارف اعمل معاه ايه الراجل ده. ما هو انت اللي سايب له الحبل على الغارب يا عتمان. ايه طب انا اعمل له ايه يعني؟ مش هو شيخ الجامع اللي بيقوم الناس وبيصلي بيهم؟ يا سلام، هو يعني عشان شيخ الجامع يقول ويعمل ما بداله؟ طب ماني شيخ، خيل عنه ايه يعني؟ انا سبحان الله الراجل ده كده يعني بيسبب لي خنقه كده، وببقى يعني واقف لي هنا اهو 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 اهو. سيبك منه، سيبك من الشيخ محمود ده، وخلينا في موضوعنا. ايوه خلينا في موضوعنا. بقول لك ايه بقى يا مبروك، انا عايز بقى للبنت فاطمه دي وصفه بقى من وصفات الشديده، مش الكلام الفارغ اللي كنت بتجيبه في الاول. انا مفارغ يا عمده؟ يا عمده انا خايف من وقعتك اللي لشوشتك دي. ما هو انا تعبان يا مبروك، يعني واخد بالك انت؟ ايوه انا واخد بالي، يعني واخد بالي من زمان، من وانت صغير لما كنت تتزردر كده اهو، ما كانش عارف حد ايه اللي هيحصل يعني. ايوه بس انا عايزك تصبر على فاطمه، ركز دلوقتي في موضوع ابو ليلى، لان ابو ليلى هو اللي هيقربك لفاطمة. لا ده موضوع سهل خالص، يعني شوف مثلا، يعني مثلا واد من الغفر شافه هربان وبيجري، اقف يا مجرم اثبت يا هربان، لا وقف ولا سبت. قوم الواد الغفير ضرب طلقه كده يعني للتهويش، قوم الطلقه صابت ما خيبتش، قوم الواد المجرم وقع قتيل، قضاء وقدر يعني، هنعمل ايه؟ السلام عليكم وعلى تدابير. مالك يا شيخ محمود؟ على وشك هم الدنيا ليه؟ حاسس اني عاجز، ما قدرش اعمل حاجه للغلبانه المنكسره اللي جوه دي. حاسس ان عثمان ناوي لها على نيه خبيثه وملغايه. هيعمل لها ايه اكتر من اللي حصل ليه؟ هي وجوزها وامه والعائلين. خايف كمان إن عثمان ما يعمل لهاش حاجة، بس هي اللي تعمل. مش فاهمة يعني إيه يا شيخ؟ الظلم والجبروت والطغيان يا أم الغايب بيشوهوا نفوس الناس اللي بيجوا عليها ويؤذوها. ودي كمان ما فهمتهاش.
لله الأمر من قبل ومن بعد. يلا ننام يا أم الغايب. يلا.